أنت معنا مباشرة سيد حني سيد من غرف تغيير الملابس أم من أين؟ أنا في غرفة الملابس حتى كما يقولوا أنا مع الأمن هنا وكما يقولوا بكون راح الدولة بقرة الدولة بكون المستشفى. نعم. وأنا غادي في ليفيسيال. نعم. إذا تؤكد بأن اللاعب بالقروي مصاب ونقل إلى المستشفى. مصاب ضربوه بالزجاجة في شريده مفتوحة بالزجاجة أو بيشوف باقي أونيرجونس لوبيتال. نعم الإصابة كانت على أي مستوى؟ وين يعني الإصابة؟ في اليد. نعم. طيب المقابلة، هل المقابلة توقفت نهائيا؟ الحكم خذ القرار أم ما زال؟ لا الحكم خذ القرار. طيب المقابلة ما تستأنف. ما تستأنفش المقابلة؟ لا ما تستأنفش المقابلة. نعم. طيب كيف حدثت هذه الأمور سيد حنيشات؟ كانت الأمور عادية، يعني كنا فايزين 2-0 وبعد ما سجلوا الهدف وبعد الأنصار تاع الفريق تاع الثورة وين بداو المناوشات مع الأنصار تاع الاتحاد الحراش وين بداو الضرب، وكانوا بزاف كيما قلت جرحى بجيب الأنصار، وين الحكم ما حبش المقابلة مباشرة، يعني الأنصار الكل دخل الميدان. نعم. إذا بالنسبة للإصابات، فيه اللاعب بالقروي هو الذي أصيب، والإصابات في الأنصار كذلك في صفوف الأنصار. كان الأنصار جروح كان يحتاج خطيرة، اللي كان يداوم كان يحتاج المستشفى. بالنسبة للاعبين كان غير إصابة بالقراوي، اللي إن شاء الله تكون سلامة، إن شاء الله تكون مكان إن شاء الله. نعم إن شاء الله تكون سلامات، لأن هناك تساؤلات حتى من اتصلوا بنا بالهاتف السيد حنيشاد، يقولون كيف الاتحاد الحراش هو متفوق في النتيجة وأنصاره يدخلون إلى أرضية الميدان، الأمور ليست في صالحه. إذن هذه الأمور التي حدثت، إذن فيه إصابات. في اصابات في الانصار ما كانش كيفاش كنا رابحين 2-1 وين كانوا الانصار تاع الثوره وين يبداو يضربوا في السيبور تاع الحرس، ما كانش وين يروحوا، كان الامن ما كانش في المدرجات وين يفرقوا بين الانصار تاع الحراش وتاع الثوره. الانصار وين كانوا مضرورين بزاف، كان الناس بالدم وكان بزاف الانصار بالدم، ما كانش وين يروحوا، وين فتحوا لهم الامن وفتح لهم الابواب باش يدخلوا الملعب. نعم. إذا الأمن هو الذي قام بفتح الأبواب للأنصار. الأمن هو اللي فتح، ماشي اللي سيبورتير سوطا ولا دخلوا وحدهم ولا ما كانش وين يروحوا، كي كانت الأحجار بزاف وكان بزاف اللي بنيت الناس بالدم دخلت لداخل المسيرة ما عطاوش وين يروحوا، فتحوا لهم الباب باش خرجوهم. نعم لتفادي وقوع أشياء أخطر من هذا بالمدرجات. كانت تكون سرعة أكثر. نعم تكون أكثر، إذا لذلك اتخذ هذا القرار. إذا نشكرك سيد حنيشاد. نهائيا رسميا المقابلة توقفت بقرار من الحكم. نهائيا توقفت المقابلة. نعم. وإصابة اللاعب القروي الذي نقل إلى المستشفى، نتمنى الإصابة ما تكونش خطيرة. نشكرك سيد حنيشاد وإن شاء الله ما تكونش الأمور أخطر من هذا وأكثر من هذا. إن شاء الله احنا ما نشوفوش فيما هذه في الميادين نتاعنا إن شاء الله. لا كيما نقولوا بطريقه كيما هذيكم قدم ما تروحش بعيد وان شاء الله ربي يجيب الخير. خلاص نعم. والان هدأت الامور، انتم واللاعبين والانصار في غرف تغيير الملابس اما ما زلتم بالملعب؟ انا في غرف الملابس مع اللاعبين وآخر مع اللاعبين نستناو في الحافله مع الامن نعم. الحافله باش يروحوا. والانصار انصار اتحاد الحراش اين هم الان؟ الانصار دوكا خرجوهم الامن ديرهم في مضرب وحدهم شغل ايزولي وحدهم حتى يخرجوا الانصار تاع الثوره باش ما يخرجوا. نعم. اذا سلامات ان شاء الله. شكرا لك سيد حنيشاد. نعم شكرا الى اللقاء. اذا السيد حنيشاد هكذا وقفنا على الوضعيه بالضبط رسميا، اذا ماذا يحدث مع السيد حنيشاد مدرب حراس فريق اتحاد الحراش. نذكر اصابه اللاعب بالقروي على مستوى اليد وهو الذي سجل الهدف الثاني عن طريق ضربه جزاء ونقل الى المستشفى. يعود الينا الان خليل بن عيسى هو معنا ايضا بالهاتف. خليل بن عيسى هل لديك اضافات؟ خليل بن عيسى. نعم زميلي عيسى، الامور لم تعد الى المخاطر الاخرى، المقابله لا تزال متوقفه حتى اضعك واضع المستمع الكريم في الصوره.
لانه ولد نزولي الى غرف تغيير الملابس وجدت بان المكان وقع التي تفصل غرف تغيير الملابس الخاصه بالحكام واللاعبين وارضيه الميدان هي القاعه التي تم احتلالها من طرف انصار الاتحاد الحر. راشدا مراقب اللقاء وايضا حكام المقابله لا يزالون داخل القاعه وموفر لهم الحمايه الامنيه بالاضافه الى لاعبي فريقي الاردن ثم انفصلوا من بينهما في الجدار الامني. هذه اللحظات حتى أضع المستمع الكريم لأن اللاعبين اتحاد الحراس قاموا بتكسير قاعة تغيير الملابس الخاصة بالظهور ومراقب المقابلة يقوم بمعايرة هذا الأمر في هذه اللحظات ولكن أيضا محاولة اقتحام الجمهور وانفتاح الحراس لقاعة تغيير الملابس. نعم عشرات أعوان الأمن يحاولون توقيف هذا العدد من أنصار اتحاد الحراس الذين أخلقوا القابلة بالنادي الأمسية على اليوم. نعم خليل بن عيسى المتوقفة نعم. ومراقب اللقاء وحكمها لم يعلن فقط إنكار الستور الثالث أم ثالث خليل بن عيسى خليل بن عيسى على كل حنيشاد أكد لنا بأن أن الحكم اتخذ قرار نهائي وهو توقيف المقابلة لن تستأنف. بإمكانك الاقتراب من محافظ المقابلة إن أمكن. طبعا في تدخله قبل قليل حنيشاد قال بأن المقابلة توقفت نهائيا رسميا بقرار من الحكم. على كل تبقى معنا واختار من محافظ المقابلة حتى نأخذ يعني نتعرف على تفاصيل أكثر بخصوص هذه الوضعية المؤسفة على كل التي آلت إليها مقابلة شبيبة ثورة اتحاد الحراس التي توقفت في دقيقة 25 من الشوط الثاني ووقتها كان التفوق لاتحاد الحراس بهدفين مقابل هدف واحد. كيف سارت المقابلة؟ الأمالي سجل الهدف الأول لاتحاد الحراس في دقيقة 25 من الشوط الأول ثم بالقروي عن طريق ضرب الجزاء سجل الهدف الثاني في الدقيقة 12 من الشوط الثاني وفي الدقيقة 20 تقليص الفارق من اللاعب ترباح لشبيبة الثورة 2-1 وخمس دقائق بعد تسجيل هدف الثورة توقفت المقابلة بعد نزول أنصار اتحاد الحراس إلى أرضية الملعب بعد مناوشات وبعد طبعا تبادل الحجارة بين أنصار الفريقين. وكما قال حنيشاد في تدخله بأنه كانت هناك إصابات عديدة في صفوف الأنصار وكذلك إصابة اللاعب بالقروي لاعب اتحاد الحراس الذي نقل إلى المستشفى. إذا كان فيه جديد ونتمنى أن يكون معنا محافظ اللقاء مع زميلنا خليل بن عيسى لأن حنيشاد قال وأكد بأن الحكم رسميا أوقف المقابلة.